زعما بالنسبه للاجباري راه مزيان، اذا كيخدم مع الدوله وكيتربى مزيان وكيتعلم الاداب وكيتعلم، ما فيها حتى شي حاجه عاديه. لا بالنسبه لي انا ندوز، رانا ندوز ميليتير، الدنيا هانيه الحمد لله، كل شيء موجود، كل شيء موفر، كل شيء كاين، ما كاين حتى، ما خص حتى شي حاجه. دابا ملي سمعوا التجنيد الاجباري دابا رجعت الهجره السريه منتشره في جميع بقاع الشام، فهمت؟ بالنسبه للقضيه التجنيد الاجباري كنشوف هذا ماشي حل، ماشي حل الشباب المغرب، خصهم يجبروا شي حاجه لهاد المنطقه ديالنا خصوصا منطقة تطوان، الإقليم كامل كيعاني سنين كتهضر في بطالة، دابا كثرت الهجرة، وخصنا يجبرونا شي حلول، بما مثلا شركات يخدم الشباب. دابا سنين كتسمع دابا الشباب المرتين وشباب تطوان، إقليم تطوان كامل عنده فكرة واحدة، هي فكرة الهجرة. بالنسبة لقضية التجنيد أنا ضد الفكرة هذه، لأن هذا ماشي حل، يقدر يكون إذا كانت الدولة في الحرب، حنا ماشي في الحرب، حنا الحمد لله بلاد الامن والامان، يعني خصنا الحال، خصنا الشباب فين يخدم، الاجرام وكذا اكثر بزاف، وخصنا الحلول باش نخدموا، ماشي التجنيد. التجنيد اش من افاده عندنا؟ خصنا نعرفوا شنو نستافدوا من التجنيد. ضد التجنيد الاجباري، والتجنيد الاجباري حنا دابا الشباب الحمد لله عنده كفاءات وعنده شحال ومناصب، اللي جينا نشوفوا غير المناصب اللي عندنا كنلقاو الناس كبار في السن هما اللي شادين المناصب، هو يعطيو الفرصه للشباب، قالوا راه شنو نديروا، ندوا الشباب، ندوا التجنيد الاجباري، والناس اللي كبار في العمر اللي خصهم يشدوا التقاعد ويريحوا ويعطيو فرصه للشباب هما اللي كيفرضوا عليهم. المهم انا ماشي، انا ضد التجنيد الاجباري، حنا خصهم يعطينا حل من غير هذا الشيء. القرار مزيان المرضي ديالي، ما كرهناش كيتم التجنيد الاجباري، كيتم نص الشباب كيتم، ما كاين لا عمل لا شغل لا والو، كيتم مزيان التجنيد الاجباري. بالنسبه للتجنيد الاجباري هذا ماشي حل، ياخر كتلقى قاري حياته كامله ياك، عنده ماستر وبزاف د الحوايج وما عطيها الدوله والو، ما قادرش راه غيوقضوه وما كيعرفو، الناس راه غيفيقوا. الشباب دابا صالحه ليهم يمشيو وقادرين، علاش ما يخدمش؟ الاسم اللي كيدخل راه كيخدم صافي، اي واحد يقدر يخدم، ما كاين ما فيها حتى شي حاجه الحمد لله، كلشي الظروف تحسنت وكلشي تحسن، الوقت مزيانه، الخير موجود، كلشي موجود، ما بقى حتى شي حاجه زعما صعيبه على شي واحد، غير اللي ما بغاش هي. كنت مزيانه ولكن دو ادو مرجلوه والنبه خلقوه وربيوه، ولاد البرلمانيين اللي كيصبحوا ناعسين وفلوس داخله، نص الشعب في الحبس والنص غديوها لكنتا، خليتو الصحه، خليتو التعليم، جيتو من القاع، خليها على الله، هي مخربقه مخربقه. احنا ضدو على حساب يصلحوا لنا بعدا، فينا هو التعليم، فينا هو الصحه، فينا هو السكن، فينا هو العمل، الخدمه، اجي يدير التجنيد الاجباري. التجنيد الاجباري فهذا ماشي مستقبل، اصلا ما كاين والو في هذا التجنيد الاجباري، ما كاين والو، حتى شي واحد ما غيستافد منه، ولا كل واحد عنده شي فكره في راسه خصو يديرها، خصو يوصل للمستقبل ديالو هو الاول. مشاو غير التجنيد الاجباري، شوفوا لنا التعليم، شوفوا لنا حد الاولويه، اولويه هما الاول، شوف شي غير التجنيد.